ما هي القدس؟ القدس هي عاصمة فلسطين، وهي مدينة عربية تحتوي على الكثير من المقدسات، وأهمها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. وقع الجزء الغربي من مدينة القدس تحت الاحتلال الصهيوني في عام 1948، ووقع الجزء الشرقي تحت الاحتلال عام 1967، ويعاني الفلسطينيون المقدسيون من الاضطهاد والتضييق وتهويد مدينتهم، ولكنهم يقاومون ويرابطون من أجل القدس والقضية الفلسطينية. كل مدينة القدس محتلة بشرقيها وغربيها، غير أن الاهتمام عادة يتعلق بشرقي القدس، والذي يحتوي على البلدة القديمة التي تضم المسجد الأقصى المبارك. تأمل السلطة الفلسطينية أن تقيم دولة فلسطينية وعاصمتها شرقي القدس. في المقابل، تعتبر دولة الاحتلال أن عاصمة إسرائيل هي القدس الموحدة. مؤخراً أكد الرئيس الأمريكي ترامب هذا الكلام، ولكن دول العالم تعتبر شرقي القدس منطقة محتلة ولا تعترف بها كعاصمة للكيان الصهيوني. والحقيقة هي أن كل القدس محتلة بشرقيها وغربيها، ويجب تحريرها مع كل فلسطيني من البحر إلى النهر.